الشتاء يعني لازم يجي كام يوم كده. هو عامه يعني بادئ بقاله اول اسبوع كانت الدنيا ساقعه شويه بس ما كانش فيه الكلام ده، هو من امبارح بس. واعتقد هسيبه الخميس ان شاء الله. هو بيمشي في الشتاء عشان موسم الشتاء، وهم بينزلوا يشتروه واقي من المطر، بديل الشمسيه وارخص من الجلد طبعا. محدش معاه يشتري جلد فلازم يشتري ووتر بروف. دلوقتي احنا صحينا الصبح لقينا الجامع طوب وقع ومن الهواء وكان صوت جامد، وانا حتى ساكن هنا وسمعنا. نزلنا بقى لقينا الجامع كله واقع وزي ما حضرتك شايف كده كل المسجد واقع كده، وكل ده من الهواء يعني. وخد